شهد جناح مملكة البحرين المقام بالمعرض الدولي للسفر والسياحة في العاصمة البريطانية لندن إقبالا جماهيريا كبيرا، وقد شاركت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مؤتمر هام شارك به نحو 20 وزير للسياحة من مختلف دول العالم. مراسلنا في لندن والتفاصيل. تتألق مملكة البحرين في اليوم الثاني لمعرض سوق السفر والسياحة الدولي المقام في العاصمة البريطانية لندن، وذلك من خلال مشاركة مميزة في واحدة من أهم الندوات السياحية التي تعقد على هامش المعرض، والتي شارك بها عدد من الدول العربية بينها السعودية ومصر، كما شاركت دول غير عربية بينها اليونان والفلبين. طبعا احنا متواجدين اليوم في سوق السفر العالمي مع عدد من منشآت القطاع السياحي بمملكة البحرين، وهذه للأمانة فرصة لمملكة البحرين ان هي تبين جهودها في المجال السياحي، وايضا تروج لمملكة البحرين كوجهة سياحية إقليمية ودولية كذلك. لما ننظر الى نسبة التعافي في القطاع السياحي بمملكة البحرين نرى ان نسبة التعافي وصلت إلى ما يقارب 85% مقارنة بالنسب اللي كانت موجودة في 2019، وهذا مؤشر جدا إيجابي ويبين أن فعلا مملكة البحرين هي في الطريق الصحيح عندما ننظر إلى تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية السياحية ضمن خطة التعافي الاقتصادي في مملكة البحرين. في الجناح البحريني واصلت الجهات والشركات السياحية المشاركة عرض منتجاتها السياحية المميزة وسط إقبال جماهيري كبير يعكس حفاوة واهتمام السائح الأوروبي بالمعالم السياحية لمملكة البحرين. البحرين محطة سياحية هامة لكل رواد السياحة، خاصة في ظل تعافي قطاع السياحة هناك بعد فترة الركود التي فرضتها جائحة كورونا. وفيما يتوافد الزوار على الجناح البحريني يحرص المنظمون على تقديم المشروبات والهدايا، ما يعكس كرم الضيافة وتشجيع رواد المعرض على زيارة المملكة. أعمل كمديرة مبيعات لهيئة السياحة والمعارض البحرينية، بالتالي دورنا هنا هو تعريف الناس بالسياحة البحرينية وتشجيعهم على زيارة المملكة، كما نتواصل مع وسائل الإعلام لتسليط الضوء على معالم السياحة في البحرين. رواد معرض السياحة والسفر يتوافدون على جناح مملكة البحرين، فيما يواصل المنظمون عرض منتجاتهم السياحية المميزة، ما يجعل المشاركة البحرينية هذا العام فريدة واستثنائية. محسن حسني، تلفزيون مملكة البحرين، لندن.